مرحبا مرة أخرى. المكان الذي انتهينا فيه في الفيديو الماضي أثبت لكم أن هذا الشيء يسمى بالسلسلة الهندسية، وتعرفون أنه يمكن أن تكون لدينا القاعدة A، من الممكن أن تكون أي عدد، من الممكن أن تكون 1 تقسيم 2، من الممكن أن تكون 10، ونستمر بأخذها ورفعها إلى قوى متزايدة ونضيفها إلى بعضها، وهذا يسمى سلسلة هندسية. وهكذا أريد أن أجد مجموع سلسلة هندسية. تعلمون أنه عندما تكون لدي قاعدة A وأذهب إلى الرقم A للقوة N، هذه ليست A للقوة N ناقص 2 هنا، هذا يجب أن يكون A للقوة N. A للقوة N، كان هذا خطأ في الفيديو السابق. هذا يحدث غالبا عندما يبدأ الوقت بالنفاذ مني، لكن على أي حال لنعد إلى هذا. عرفت S على أنها المجموع الهندسي، والآن سأقوم بتعريف مجموع آخر، وهذا المجموع سأعرفه على أنه A ضرب S. A ضرب S، وهذا يساوي، حسنا، هذا سيكون مجرد A ضرب هذا المجموع تماما، وهذه ال A هي نفس هذه ال A. إذن ما نتيجة A ضرب كل هذا؟ حسنا، هي A ضرب A مرفوعة إلى الصفر. دعوني أكتبها لكم، هذا سيكون A لأنني وزعت ال A ضرب A للقوة 0 زائد A ضرب A للقوة 1 زائد A ضرب A للقوة 2 زائد، على هذه الطريقة، A ضرب A للقوة N ناقص 1 زائد A ضرب A للقوة N. ما قمت به هو أنني أخذت A ووزعتها على امتداد هذا الجمع، لكن ماذا يساوي هذا؟ هذا يساوي A ضرب A للقوة 0 يساوي A للقوة 1 زائد A للقوة 2 زائد A للقوة 3 زائد إلى آخره زائد A للقوة N، لأنك فقط تجمع القوى الأسية إلى A للقوة N زائد A للقوة N زائد 1 وهكذا. ورأينا مسبقا أن S هي الجمع الأصلي، هذا فقط A للقوة 0 زائد A للقوة 1 زائد A للقوة 2 زائد إلى آخره وهكذا إلى الوصول إلى A للقوة N. لذا دعوني أسألكم سؤالاً، ماذا يحدث إذا طرحت هذا من هذا؟ ماذا يحصل إذا قلت AS ناقص S؟ حسناً، طرحت هذه من هنا على الطرف الأيسر، ماذا يحدث في الطرف الأيمن؟ حسناً، كل هذا يصبح سالباً، دعوني أقوم به بلون عريض، هذا يصبح لأنني أطرح سالب 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 سالب. حسناً، A للقوة 1 ناقص A للقوة 1 هذه تلغي بعضها، و A للقوة 2 ناقص A للقوة 2 أيضاً تلغي بعضها، كذلك A للقوة 3 كلها تلغي بعضها، وهكذا إلى الوصول إلى A للقوة N. إذن ماذا يتبقى لدينا؟ يتبقى لنا ناقص A للقوة 0.
يبقى لنا هذا الحد فقط، ويبقى لنا هذا الحد فقط زائد a للقوة n زائد 1. وبالتأكيد ماذا تساوي a للقوة 0؟ تساوي 1. بالتالي نحصل على a s ناقص s يساوي a للقوة n زائد 1 ناقص 1. دعونا نستخرج s كعامل مشترك، نحصل على s مضروبة في a ناقص 1 تساوي a للقوة n زائد 1 ناقص 1. وبالتالي على أي شيء نحصل؟ حسناً، يمكننا تقسيم كلا الطرفين على a ناقص 1. دعوني أمسح بعض الأشياء في الأعلى هنا. أعتقد أنه يمكنني مسح كل هذا بأمان. حسناً، لا أريد أن أمسح بهذا القدر، أريد أن أمسح هذه الأشياء. هذا جيد بما فيه الكفاية. حسناً، لقد قسمت طرفي المعادلة على a ناقص 1. أحصل على s تساوي a للقوة n زائد 1 ناقص 1 تقسيم a ناقص 1. إلى أين يأخذنا ذلك؟ عرفنا السلسلة الهندسية على أنها المجموع من k تساوي الصفر إلى n لـ a للقوة k. والآن اشتققنا صيغة لما نحصل عليه من الجمع، يساوي a للقوة n زائد 1 ناقص 1 تقسيم a ناقص 1. لماذا هذا مفيد؟ نحن الآن نعلم، دعوني أنظف كل هذا أولاً. دعوني أنظف كل هذا كوننا نستطيع. حسناً، إذا قلت تستنتجون المجموع لي لا أعلم القوى لثلاثة إلى لا أعلم ثلاثة إلى القوة العاشرة، إذن ثلاثة إلى القوة صفر زائد ثلاثة إلى القوة الأولى زائد ثلاثة مربعة زائد إلى الوصول إلى ثلاثة إلى القوة العاشرة. هذا نفس الشيء كمجموع k تساوي صفر إلى 10 لثلاثة للقوة k، ثلاثة للقوة k، صحيح. هذه الصيغة التي استنتجناها a هي ثلاثة و n هي 10. هذا المجموع سيساوي ثلاثة إلى القوة الحادية عشر ناقص واحد تقسيم ثلاثة ناقص واحد يساوي، حسناً، لا أعلم ما هي الثلاثة مرفوعة إلى القوة الحادية عشرة ناقص واحد تقسيم اثنين. إذن هذا كان مفيداً نوعاً ما، هذا رقم. على الرغم من أنه يجب أن تتذكر جدول القوى الأسية إلى القوى الحادية عشرة لتقوم بذلك، لكن أعتقد أن الفكرة قد وصلت إليكم. هذا خصوصا مفيد إذا كانت القاعدة من القوى العاشرة، ستكون سهلة جدا.
لكن ما أريده الآن هو أن أخذ هذا وأقول حسناً، ماذا يحصل إذا كانت إن تؤول إلى ما لا نهاية؟ دعوني أريكم ما الذي يحدث. إذا هذه نوعين من السلاسل التي يمكننا أخذها، هذا ما أريد القيام به الآن. هناك نوعين من السلاسل التي يمكن أن نأخذ بها ونجد مجموعها. هناك سلسلة منتهية وسلسلة غير منتهية، ولغرض الحصول على مجموع سلسلة غير منتهية لن يكون ما لا نهاية. ما نقوله أنهم يحتاجون إلى تغطية، وإذا كنت تفكر بشأن ماذا سيحصل لهم لتغطيتهم، كل خانة تالية يجب أن تكون أقل وأقل وأقل طالما تتجه إلى ما لا نهاية. لنقل أن A عبارة عن كسر، A هي 1 تقسيم 2. كيف سيكون شكل السلسلة الهندسية إذا كان لدينا 1 تقسيم 2؟ لنقل أننا نأخذ السلسلة الهندسية من K تساوي 0 إلى ما لا نهاية. سنقوم بأخذ جمع لا نهائي أو عدد لا نهائي من الحدود، ولنرى إذا كان بإمكاننا إيجاد رقم حقيقي. تعلمون أن قمنا بأخذ شيء إلى ما لا نهاية، بجمعهم إلى بعضهم نجد أنهم يتجهون إلى حد لا نهائي. هذا دائما ما يبهرني. القاعدة الآن ستكون 1 تقسيم 2 مرفوعة للقوة k. إذا ماذا سيكون هذا؟ 0 زائد 1 تقسيم 2 زائد 1 تقسيم 4 زائد 1 تقسيم 8 زائد 1 تقسيم 16. أترون كل حد يصبح أصغر فأصغر، يصبح نصف الحد السابق. حسناً، لنقل ماذا سيحدث لو لم يكن هذا ما لا نهاية؟ ماذا يحدث لو كان هذا n؟ سنحصل على زائد 1 تقسيم 2 مرفوعة للقوة n. وإذا نظرنا إلى الصيغة سنجد أننا سنقول يساوي 1 تقسيم 2 للقوة n زائد 1 ناقص 1 تقسيم 1 تقسيم 2 ناقص 1. وهذه ستكون إجابتنا. يتوجب علينا معرفة ما هي n، لكن الآن نريد أن نعرف ماذا يحصل إذا ذهبنا إلى ما لا نهاية. إذا هذه أساسا مسألة نهاية. ماذا يحصل؟ ما هي النهاية عندما تؤول n إلى ما لا نهاية؟ ل 1 تقسيم 2 للقوة n زائد 1 ناقص 1 تقسيم 1 تقسيم 2 ناقص 1. حسناً، كل هذه عبارة عن حدود ثابتة، لذا لن يحصل شيء. إذا ماذا يحصل لهذا الحد هنا يؤول إلى ما لا نهاية؟ ما هي 1 تقسيم 2 مرفوعة إلى الأس ما لا نهاية؟ حسناً، يساوي 0. هذا رقم صغير بشكل لا يصدق. خذ 1 تقسيم 2 وارفعها إلى أس كبير افتراضي، هذا يؤول إلى 0. وماذا يتبقى لنا؟ يبقى لنا هذا يساوي -1 تقسيم 1 تقسيم 2 ناقص 1، أو بإمكاننا ضرب القسم الأعلى والأسفل -1. نحصل على 1 تقسيم 1 ناقص 1 تقسيم 2 يساوي 1 تقسيم 1 تقسيم 2 ويساوي 2. أجد هذا مدهشاً. إذا أضفت 0 زائد 1 تقسيم 2 زائد 1 تقسيم 4 زائد 1 تقسيم 8 زائد 1 تقسيم 16، ولم أتوقف أبدا بحيث أذهب إلى ما لا نهاية. ليس ما لا نهاية، لكن أذهب إلى 1 تقسيم 2 للقوة ما لا نهاية بشكل أساسي وأنتهي.
بهذا العدد الصافي الجميل 2، وهذا ربما يكون مشروعا لكم لترسموا في الحقيقة وتستخدموا ذلك وتروا على ماذا تحصلون عندما تضيفون قطعا صغيرة ثم أصغر. لكنني لن أتوقف عن انبهاري بأنني أضفت عدد لا نهائي إلى حد، هذا كان ما لا نهاية وحصلت على عدد نهائي ثابت. على أي حال نفذ منا الوقت، أراكم قريبا.